السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلاميذي وحبايبي تلاميذ الصف الأول الابتدائي، وحشتونا جدا جدا جدا. النهاردة إن شاء الله هناخد أول درس معانا في مادة الرياضيات، وهو أيام الأسبوع. وأيام الأسبوع عندنا 7 أيام، يلا نقولهم. أيام الأسبوع: السبت، الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة. يبقى أيام الأسبوع إيه؟ 7 أيام. إيه هما؟ السبت، الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة. وفي أغنية جميلة لأيام الأسبوع بنحب على طول نغنيها، وهي أغنية أيام الأسبوع 7 نبدأها من يوم الجمعة، سبت أحد والاثنين، يقسم أسبوعي نصفين، ثم يكون الثلاثاء يا صاحبي فالأربعاء، ثم خميس، ثم جمعة، أيام الأسبوع 7. والنهاردة ده كان أول درس معانا اللي هو أيام الأسبوع للصف الأول الابتدائي، وإن شاء الله بكرة هنكمل درس جديد معانا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.